حكام المباراة الحكم الأول فلاديمير والحكم الثاني ليو تشي خون. الكرة مع ديمتري. فاول هجومي على فريق نيفاكوب نوكين. الكرة باستحواذ اللاعب مرزوق رقم 5. احتجاز تحت السلة للاعب محمد المرواني. اللاعب محمد يصوب جميلة من اللاعب محمد المرواني. الله عليك محمد. 1 لا شيء لفريق الرياض، متقدم ومتبقي 9 دقائق و30 ثانية من المباراة. تصويبة ثلاثية كانت من فريق نوكيا. 3 ثواني تحتسب خطأ على فريق الرياض. الكرة باستحواذ اللاعب ليو. نقطتين خارج السلة. بياخذوا الكوري باوند تحت السلة. 1-1 تعادل. تصويبة جميلة من اللاعب أليكسي. مثنى بيحاول الاستحواذ. كروس اوفر سبين موف وثلاثية. لا جميلة. ريباوند جميل من مثنى. دفاع جميل. فاول على فريق خطأ على فريق الرياض. خطأ على الفريقين. أي خطأ بتروح الكرة باستحواذ على الفريق الآخر حتى تتعدى الأخطاء. 7 أخطاء. الكرة مع اللاعب أليكسي. ديمتري وخارج السلة. ريباوند مقطوعة. لسه استحوذ عليها فريق نيفاكوب. ضاعت. بيحاول يستحوذ عليها مرة ثانية. ونقطتين لفريق نيفاكوب. 3-1. لاعب مرزوق بيحاول يقطع السلة. مرزوق دفاع. الكرة اللاعب مع الشلفة إلى السلة. ليب جميل من اللاعب سلفا. 4-1 تقدم فريق نيفاكوب. وفاول وتصويبة جميلة. فاول ورمية حرة مع الاستحواذ لفريق الرياض. جميلة من لاعب محمد المرواني. اللاعب رقم 7 من فريق الرياض. تصويبة من اللاعب وسجلت. 4-3 تقدم فريق نيفاكوب. تقلص الفارق إلى نقطة واحدة. محمد المرواني إلى مثنى بيدخش على السلة وخارج الأرض إلى فهد. ثلاثية وفاول. فاول محسوم الحكم فلاديمير. رميتين للاعب فهد. فرصة للتقدم لفريق الرياض. 7 دقائق و48 ثانية متبقي على نهاية المباراة. رمي حرة الثانية للاعب فهد بلال رقم 4 من فريق الرياض. فرصة للتعادل وتعادل الفريق الرياض مع نيفاكوب. ثلاثية وريباوند واخذها. 5-4 تقدم فريق نيفاكوب. جميلة كانت من اللاعب شالفا. مرزوق إلى السلة وليف سهل. يا سلام عليك مرزوق. جميلة من لاعب مرزوق. 5-5. طبعا بعد السكور يمنع من اللاعبين لمس الكرة. هذا من قوانين الفيفا. الكرة الآن باستحواذ اللاعب شلفا بيحاول يصوب. فيك فاول على اللاعب مثنى. 3 فاولات على فريق الرياض. شلفا تحت السلة وجميلة من اللاعب. 6-5 تقدم فريق نيفاكوب. فرق نقطة.
نذكر يا جماعة إنه هذه البطولة راح تقام اليوم وغدا. خلوكم معانا في مسابقات وعروض جميلة في بطولة الفيبا العالمية 3x3. مثنى بيحاول يصوب ورمية خارجية. نذكر إنه الفائز في هذه البطولة من النهائيات غدا راح يتأهل إلى التصفيات وأيضا الجولة النهائية رقم 12 المقامة في اليابان في مدينة أوتسونوميا في نوفمبر. اللاعب محمد المرواني جميلة تحت السلة، 6-6 تعادل جميلة من محمد. 6 دقائق متبقية على المباراة، الحكم ما بيحسب شيء. مروان محمد المرواني ريباوند، مرزوق وفاول على لاعب سيلفا، فاول على لاعب سيلفا، 4 فاولات على فريق نوفاكو. وقت مقطع. خلوكم معنا في اليوم، راح يكون عندنا عروض، راح يكون عندنا أجواء جدا جميلة عائلة وعروض تقام إن شاء الله بين المباريات. نذكر إنه هذه هي جولة التصفيات المؤهلة إلى البطولة. الفائز من هذه المباراة راح يتأهل مع 12 فريق اللي راح يتنافسوا على الجولات النهائية غدا في بطولة الفيبا 3x3، والفائز من هذه البطولة راح يفوز بمبلغ قدره $30,000 المركز الأول في هذه البطولة، وراح يتأهل إلى نهائيات غد في شهر نوفمبر في اليابان. ست دقائق وثلاثين ثانية متبقية على المباراة، لا زالت النتيجة بالتعادل 6-6. الكرة الآن بحوزة فريق الرياض، اللاعب فهد. مثنى يراوغ، مثنى جميلة يا مثنى، الله يا مثنى، 7-6 تقدم فريق الرياض لأول مرة في المباراة. شهر نوفمبر وهي الجولة النهائية، الفائز في اليابان راح يعتبر هو أقوى فريق في العالم، هو الفائز في بطولة 3x3 النهائية. نرجع للمباراة 7-6، الكرة مع نوفاكوف، يصوبها ريباوند من محمد وخرج مارك. 6 دقائق لسه ما زالت متبقية، الكرة بحوزة فريق نوفاكوف. الله ينور علينا، بحاول يصوب ثلاثية وخارج. لاعب ليو مرزوق إلى السلة، 8-6 تقدم فريق الرياض، جميلة من مرزوق، فاول على مرزوق.
تصويبة ثلاثية 8-8 تعادل يرجع الفارق إلى التعادل الفريق نوفا كوب 8-8 آخر خمس دقائق مرزوق كروس أوفر مرزوق 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 جميلة لا لسه الكرة مع شلفا شلفا بيحاول إلى ليو أليكسي أليكسي بيستخدم يده أوفنسيف فاول ناس قرار صحيح من الحكم فالدمير خمسة فاولات على فريق نوفا وخمسة فاولات على فريق الرياض ما زالت في الملعب يقطع فريق نوفا كوب ليو ثلاثية خرجت فهد مثنى 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 بيراوح مثنى فاول على فريق نوفا كوب ست فاولات الان متبقي فاول واحد واي فاول بعد كذا راح ينضم رمي حرة للفريق المقابل مرزوق دخل الملعب مرزوق مرزوق كروس اوفر على السلة مرزوق جميلة منك مرزوق 9-8 تقدم فريق الرياض مباراة جدا جميلة حماسية سكور بسكور 4 دقائق متبقي 9-9 12 ثانية جديدة محمد المروني إلى مرزوق مرزوق بيخش ثاني إلى السلة الله عليك يا مرزوق جميلة 10-9 تقدم فريق الرياض وفاول فاول على اللاعب مرزوق تبديل دخول لاعب محمد خروج اللاعب مثنى دقيقتين و54 ثانية لنهاية المباراة مباراة التصفيات المؤهلة للجولة القادمة في بطولة الثلاثة
اللاعب مرزوق إلى محمد، مقطوعة بيحاول ثاني، مقطوعة برضو بيحاول ثاني، محمد المرواني الله عليك. قتال تحت السلة جميل كان من اللاعب محمد مرواني، تقدم فريق الرياض بفرق نقطتين 14-12، وتعادل من اللاعب نوفاكوف، تصويبة جميلة. اللاعب شلفا محمد تحت السلة، بوست اب محمد، سبين موف، لا ضاعت، فهد بلال، فهد بيصوب. آخر دقيقتين من المباراة، تبديل، دخول لاعب مثنى، دخول اللاعب شلفا من فريق نوفاكوف. الكورة لسه باستحواذ فريق الرياض 14-14، آخر أقل من دقيقتين على المباراة. مثنى راوس أن جمب شوت إلى اللاعب أليكسي شلفا، ثلاثية تقدم فريق نوفاكوف 16-14، فارق نقطتين، لسه ما انتهت المباراة، باقي وقت كثير، آخر دقيقة و35 ثانية. يلا يا جماعة اعطوهم دعم فريق الرياض، تبغوا تجيبوا التعادل ولا لا؟ الجمهور اللي راح يدعم أكثر راح يعطيه جوائز أكثر. هنشوف ايش الجريحة اللي شغالة أكثر، ما في؟ لسه ما زال أقل من 3 دقائق في على نهاية هذه المباراة 16-14 على نهاية مباراة تصفية فريق الرياض وفريق نوفاكوف. خلوكم معنا، راح يكون في إعلان السحب للجوائز، وراح يكون في معنا عروض جميلة اليوم في اليوم الأول لبطولة 3-3، النسخة 11 منها وما قبل الأخيرة. ست فاولات على الفريق، لاعب مثنى بيصوب ثلاثيه، الله عليك مثنى، جميله من مثنى، ويجيب التعادل 16-16. تعادل اللاعب ديمتري الى تحت السله، مقطوعه من محمد مثنى، يلا يا مثنى، يلا محمد يحاول ثاني، فرصه اخرى مقطوعه الى مثنى تحت السله، مرزوق اوبن شوت، لا بيحاول ثاني، مقطوعه جميله مرزوق، دفاع ثلاثيه إلى اللاعب ديمتري شلفا، ثلاثية وأقل من دقيقة متبقية على المباراة 18-16، تقدم فريق نوفاكوف فرق نقطتين، ومن اللاعب ليو 19-16، اللاعب مثنى ضاعت، آخر 30 ثانية على المباراة إلى شلفا، بيحاول أليكسي ليو، أكبر تحية يا جماعة للفريقين، مباراة جدا جميلة، شكرا لهم على المستوى الجميل. الآن راح يكون عندنا وقت مستقطع، وقت صلاة المغرب راح نستوقف 15 دقيقة فقط، ربع ساعة، وراح نرجع